اخويا كاين واحد الجديد، هو جديد خطير خطير من نوعه، بان السيد الباشا من قبل تقريبا هذه شي شهرين ولا ذاك قال لنا واحد صريح بان الملف سد في 2017. والبارح مشينا للعمران قالوا لنا سيدي هما الملفات ديالكم هما كاينين، وراهم لينا في البلاكار ديال المكتب البيرو. وقالت لنا الممثله ديال العمران في اللجنه بان اخر قرعه دارت في 2019 في شهر جوج. كيف يعقل الملف سد في 2017 وناس داروا القرعه في 2019؟ وحاجه اخرى هي كاين واحد القانون سميتو قانون المعلومه. هذا قانون المعلومه بالنسبه لنا حنا كنشوفوه عف التلفازه، راه اي مسؤول مشيتي عنده كيستعلك الباب ديالو، ولا خسر عليك كلمه كيهضر معاك برا خارج الاداره. حقنا في هذوك اللي كنبغسل ونطلبو، لا انا وكنبغي كامل هذا القوم كامل كاين اللي عنده سته كاين عنده. حنا هاد الناس كاملين عندهم مريقاتهم، عندهم الحجج ديالهم انهم كيستاهلوا الاستفاده، مع العلم ان الناس اخرين استافدوا من بقاع واستافدوا من ثلاث بقاع واستافدوا من ربع بقاع، وداك الشيء منصص بانه قال السيد الباشا السابق اللي كان ساهر على الشيء في القناه الثانيه، قال لهم الناس انهم استافدوا بثلاثه البقاع اربعه البقاع. بغينا نعرفوا حنا دابا هاد الناس شكون هما اللي استافدوا باربعه البقاع، الناس اللي عندهم عائله فيها 16 واحد 17 واحد وعندهم ثلاثه مجوجين وربعه مجوجين عندهم نص بقعه، والناس اللي عندهم خمسه افراد كيدخلوهم ان عائله مركبه كتاخذ بقعه ونص. وهاد الناس شنو نقولوا لهم حنا اللي عندهم 16 و17 واحد وعندهم مجوجين وليداتهم مجوجين؟ اش نقولوا لهم حنايا؟ حنا ملي مشينا للعمران، العمران قالوا لنا اخر قرعه دارت 2019 شهر جوج. مشينا الباشا كيجبد لنا وثيقه كيقول لنا الملف تسد 2017 شهر جوج. لقيناه ما لقيناش شكون غنشدوا. العمران شركه اللي حاطه جلاله الملك نصره الله محمد السادس كيقول لهم هذه الشركه اللي دايره على الكاريان كتقول لنا ان القرعه دارت 2019 شهر جوج، وملي كيمشيو عند الباشا رئيس اللجنه كيقول لك الملف تسد 2017. حنا دابا ما بقيناش شايقين في هذا الشيء، حنا الناس دابا عندهم وريقاتهم، الناس كيبغينا تسويط الوضعيه كما داروا مع الناس الاخرين، كملوا الاجراءات مع هاد الناس. مشينا للعمران قالوا لينا، قالت لينا الحاجه الملفات ديالكم ها هما محطوطين، قالت لينا رئيس اللجنه هو الباشا، سيروا عند الباشا والعامل هو اللي يعطيكم الحل. قالت لينا انا رئيس اللجنه هو الباشا، انا ما عندي ما ندير لكم، حلت لينا الماريو ورادنا الملفات ديالنا، قالت لينا ها هما الملفات ديالكم محطوطين، سيروا عند سعاده الباشا وعد العامل هو اللي فك لكم المشكل ديالكم، انا ما عندي حتى مشكل معاكم، انا المشكل ديالكم مع الباشا، كنمشيو للعماله ما كيتجاوب معنا لا الباشا لا العامل، ما كيخرجوش عندنا، سادين علينا البيبان حتى واحد ما كيتجاوب معنا، لا قايد لا باشا لا عامل لا حتى واحد، كنمشيو للعماله هكاك، كنمشيو للجماعه بحال هكاك، حتى واحد ما كيتجاوب معنا، كنلقاو البيبان مسدودين.